مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نجمة الجزائر سهيلة معلم ومن دولة قطر كانت ضيفة للإعلام الجزائري مراد بوعلام الله والإعلامية التونسية حنان المعين. سهيلة وانبلاطوا برنامج جزيرة هذا الصباح، قد كشفت عن دخول فيلم هليوبوليس للمخرج جعفر قاسم منافسات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورة 43. فيلم هليوبوليس سيمثل رسمياً الجزائر في مسابقة الأوسكار العالمية. علي ولكن أنا نتمنى نقوم بهذا العمل. حسب حسب أبو علي إن شاء الله. إن شاء الله لما لا. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.